للمزيد في هذا الشأن ينضم إلي عبر سكايب من ولاية كارولينا الشمالية الكاتب والإعلامي السيد ماك شرقاوي. سيد ماك، أهلا بك معنا على شاشة أون لايف. ما الذي يمكن أن نقرأه من جملة هذه التصريحات الخاصة بمايك بنس في لقاء مع فوكس نيوز، اللي قال إنه من الممكن جدا أن ينسحب الرئيس ترامب من هذه القمة؟ بعد قال الرئيس ترامب لم يقل إنه سينسحب، قال إنه من الممكن أن يرجع هذا اللقاء إلى ما بعد 12 من يونيو، في الوقت الذي خرج فيه مايك بومبيو وزير الخارجية أكد فيه أن بلاده متمسكة وتعمل بكل جد لتنفيذ وخروج هذه القمة إلى النور. ما الذي يمكن أن نقرأه من وسط جملة هذه التصريحات؟ ما في شك أن المناورات العسكرية الموجودة الآن والتي بدأت من أكثر من أسبوع وستستمر لغاية 25 من الشهر ما بين القوات الأمريكية وقوات كوريا الجنوبية على سواحل وعلى حدود كوريا الشمالية بالتأكيد أثارت حفيظة الزعيم كيم زعيم كوريا الشمالية. وأعتقد أن يعني كان هذا الأمر يعني مدبر من البيت الأبيض، فأعتقد أن البيت الأبيض قد تنبه أن هناك شيئا من التسرع في الدخول في المفاوضات مباشرة وتقديم التنازلات للزعيم كيم. وأيضا أرى أن الجانب الأمريكي قد تنبه أن الصين فاعلة في هذا الأمر وفاعلة في التقابل الآن بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، وأيضا التغيير المفاجئ يعني 180 درجة من الزعيم كيم للدخول في مفاوضات مباشرة مع الرئيس الأمريكي. وأيضا تصريحات جون بولتون في إدارة أوباما عندما كان هناك تفكير للجلوس في جلسة مفاوضات، كان أن يعني كان ضد هذه المفاوضات وكيف تستوي الكفتان، وسوف يكون هذا اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة كوريا الشمالية والزعيم كيم. طيب، فما أن طلب ترامب تغير تماما تصريحات بولتون وأصبحت هذه الآن هي مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. طيب سيد ماك، يعني رغم أن مناورات ماكس ثاندر أثارت حفيظة كيم جونغ أون، إلا أنه ما زال عازم على تدمير الموقع الخاص بإجراء التجارب النووية. بونغري دعا الصحفيين موجودون للبدء في خلال اليومين القادمين في تدمير هذا الموقع، لن يستخدم هذا التدمير كورقة تفاوضية يمكن أن يفاوض عليها الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي أيضا يشير إليه عزم بيونغ يانغ على هذا الموقف؟ وهناك بعض التقارير أيضا أن هذا المكان النائي في وسط الجبال في كوريا الشمالية، وقد قال بعض الصحفيين أن الرحلة سوف تستغرق 11 ساعة بالقطار ثم 4 ساعات بالسيارة ثم ساعة ترجلا على الأقدام للوصول للموقع. ويقال أن هذا الموقع قد تم تدمير يعني دمر ذاتيا من جراء التجارب النووية والتي أحدثت هزة أرضية تقدر بتقريبا 6.8 على مقياس ريختر. ويقال أن هذا الموقع أصلا متهدم وأن هذا الإجراء من الإجراءات يعني الشكل المسرحي الذي يثبت دخول كوريا الشمالية. ولكن رغم ذلك اعتبره رئيس دونالد ترامب بأنه خطوة جيدة جدا، وقال إنه يبدو له وكأن كيم جونغ أون رجل جيد وعازم بالفعل على التخلي عن السلاح النووي. ما في شك رئيس دونالد ترامب يعني يتسرع بإصدار التصريحات ويذكره بأنه رجل نبيل ورجل كريم ويعني وينعته بنعوت يعني بالتأكيد تخالف ما نعته به في القريب يعني في من قبل أقل من شهرين يعني. فأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يتسرع في الدخول في هذه الأمور، وأيضا يعطي وعودا بحماية الزعيم كيم شخصيا وحماية نظامه، وهذا بالتأكيد أثار حفيظة الكثير من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية. فقد عابوا على الرئيس الأمريكي أنه يقدم التنازلات مجانا، حتى أنهم عقبوا على قرار نقل السفارة الأمريكية، قال أن هذا القرار كان يستطيع أن يأخذ من الجانب الإسرائيلي يعني أفضلية كثيرة في المفاوضات وأن يتم الدفع بعملية استلام مقابل هذا القرار، ولكنهم أعطاهم هذا القرار مجانا بدون مقابل. وأن الآن يثير الكثير من يعني التعليقات المضادة لهذا الأمر بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وبالتأكيد ده اللي بيخلي النهاردة النائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بيطلع بتصريح قوي بأن أمريكا لن تقدم أي تنازلات وأن هناك احتمال إلغاء القمة. وأيضا يعني القمة بيوم 12/6 يعني تقريبا 3 أسابيع من الآن، وأعتقد أن هناك الكثير من الترتيبات لهذا الأمر. ولكن أنا في رأيي الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تقدم يعني قدم وتؤخر القدم الأخرى
لأن أعتقد أن من مصلحة الصين في أن تتم هذه المصالحة لكي يتم نزع السلاح النووي من الكوريتين، من كوريا الشمالية وأيضا من كوريا الجنوبية، والأسلحة النووية الأمريكية وخروج القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية وأيضا من بحر الصين، ليخلو الأمر والجو أيضا إلى الصين لكي تتحكم في كامل بحر الصين الجنوبي. طيب في 2008 قامت بيونغ يانغ أقدمت على خطوة مثل هذه عندما دمرت موقعا كان مخصصا لإنتاج البلوتونيوم، ووسط أجواء احتفالية دعت إليها وسائل الإعلام. بعدها قام جورج بوش برفع جزئي لبعض العقوبات. بعد ذلك انهارت المفاوضات وأعيد بناء مفاعل التبريد مرة أخرى وأعيدت التجانب مرة أخرى. ما الذي يبدو جديدا هذه المرة أو مختلفا؟ ما هي الآليات التي ستلجأ إليها الولايات المتحدة لضمان النزع الكامل لسلاح كوريا الشمالية؟ أعتقد أنه ليس لن يكون هناك نزعا كاملا للسلاح النووي، وأن الزعيم كيم زعيم كوريا الشمالية ينظر بالتأكيد إلى مصير ما آل إليه الزعيم الراحل معمر القذافي في ليبيا من بعد يعني انقلاب الغرب عليه وقتله. نعم، تحدثوا بالفعل عن ذلك على خلفية بالتأكيد تصريحات جون بولتون بأنه يريد أن يكرر التجربة الليبية مرة أخرى في كوريا الشمالية. وإن كان في تضارب في التصريحات، فجون بولتون أما قال على 2003 أو 2004 وعن تخلي عن يعني الأسلحة الدمار الشامل في ليبيا، الآن يتحدث الآن الرئيس ترامب ومايك بينس عن ما حدث في 2011 من إقصائه وتأليب شعبي عليه وقتله. فأعتقد أن حتى الرئيس ترامب عندما ذكر هذا المثال، مثال الراحل معمر القذافي في هذا الأمر، فهو للتخويف وليس للتطمين. فإذا تخلت كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية فهو مدعاة للهجوم عليها. وأيضا يعني معروف من التاريخ الحديث أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تهاجم أبدا دولة نووية، فلو تخلى الزعيم كيم عن أسلحته النووية فهذا بالتأكيد أمر يخيفه أن يكون مآله مآل الزعيم الراحل معمر القذافي. وأعتقد أن يعني هذا ليس فن المفاوضات السياسية، فالمفاوضات السياسية تدار من خلال تويتر وإلقاء التصريحات والزج ببعض المسؤولين لإلقاء تصريحات أخرى مضادة. أعتقد أن هذه الأمور سوف تعود بالسلب على الإدارة الأمريكية وعلى أيضا السياسة الخارجية الأمريكية. فمن مصلحة الإدارة الأمريكية أن تكون هناك مباحثات مباشرة مع الزعيم كيم. لا يمكن أن أستفز الزعيم كيم بإجراء مناورات عسكرية، والمشروع المناورة العسكرية هي الهجوم على كوريا الشمالية. فأعتقد أن هذه الأمور يعني يمكن أن يكون قد تنبه دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية أن الوقت مبكرا للدخول في هذه المحادثات، فيتم هذا الاستفزاز ليكون الرفض من جانب كوريا الشمالية، وأن تكون أمريكا هي تريد أن ترعى عملية السلام وأن تدخل في مباحثات مباشرة لنزع فتيل الأزمة، ولكن يأتي الرفض من الزعيم كيم. ولكن نعم، أعتقد أن الصين سوف تتدخل في الوقت المناسب. شكرا لكم. تمعي من نورث كارولينا الكاتب والإعلامي ماك شرقاوي عبر سكايب.